حبيبي عبد الله، مثل هاي المواقف اللي هو الإمام الحسين. سؤالك كلش حلو، بس ليش دا تسأل؟ لأن صاحبي سألني ما أعرف شو رد عليه. عاشت إيدك أنت وصاحبك على هيك أسئلة. حبيبي عبد الله، هاي المواكب اللي جاي تشوفها بالتلفزيون وبالشارع، هاي نستذكر بيها استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وواقعة الطف. طبعا الإمام الصادق شو يقول؟ يقول رحم الله من أحيا أمرنا. شلون نقدم خدمة؟ اليوم تقدر تروح وياي للمواكب وتشوف شلون نخدم الزوار، بس هسه صار وقت الصلاة، لازم نقوم نصلي حتى العصر نروح. يلا قوم. انذكر موضوع تربية الأجيال بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأقوال أهل البيت، منها الآيات الكريمة: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقال النبي محمد صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال: خذ من شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك. وقال أمير المؤمنين: أدبوا أولادكم على ثلاث خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. من أسباب خلود النهضة المباركة، النهضة الحسينية المباركة على مر التاريخ ولكل الأجيال، هذا الخلود الأسطوري من أسبابه أنه تمثل نهضة الحق والإيمان كله ضد الباطل والظلم كله. وهاي النهضة امتداد للرسالة المحمدية الخالدة على مر التاريخ، وتعتبر النهضة الحسينية مدرسة الأجيال في مجال التربية ومكارم الأخلاق في كل العصور، وخاصة هذا عصرنا، عصر التكنولوجيا الحديثة والإنترنت وتلاقح الأفكار والثقافات بين الأمم. لكن الإنترنت بإيجابيات ونقدر نستخدمه بالمجال الإيجابي، ولكن أكو سلبيات، وهو الغزو الثقافي الغرب الصهيوني اللي استهدف شريحة الشباب، بالذات شبابنا استهدفهم عن طريق شعارات منمقة مثل حقوق الإنسان. يعني شعار جميل يشوفه بظاهرة، بس غاياتهم غير غايات، وشعار الديمقراطية الانتقائية على مزاجهم وعلى مقاسهم، وشعارات أخرى غير هذا الشعار. زين، ظاهرها جميل وباطنها غير جيد. فشبابنا واعي وانتبه إلى هذه المؤامرة، والمؤامرات مستمرة من داعش اللي هب بيها الشعب العراقي، وشريحة الشباب اللي ضحت، هاي الورود اللي ضحت بوعيها وفكرها الحسيني. الحسين يستنهض الناس بكل عصر، فإجا صوت الحسين من خلال الفتوى المباركة، فتوى الجهاد الكفائي للسيد السيستاني، فهد شبابنا وضحى وصد هذا الهجوم المباغت لأعداء الله وأعداء الإسلام. فشبابنا دائما يقتدون بسيدنا ومولانا علي الأكبر والقاسم شباب الطف ونهضة الطف، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. أستاذ المهدي، مثل ما تعرف هذه الغزوة اللي جتنا، وخاصة شغلة الموبايل والإنترنت، الأهالي إذا ما ينتبهون على أولادهم راح يفلت الوضع من عندهم، يعني راح يضيعون. هاي واحدة. اثنين، هاي من قبل يعني العائلة. اثنين، لازم نثقفهم على المجالس الحسينية. نعم، كل أب مسؤول عن ابنه،
ان اذا اكو مجلس يوديه مجلس. نعم. اثنين من خلال الموبايل لازم احنا هماتين شنو؟ ننشر الوعي الحسيني. نعم. لهؤلاء الاولاد اللي طايشين على الموبايل. نعم. مثل ما تفضلت اكو الموبايل هو بيه شغلات ايجابيه بيه شغلات السلبيه. اوجه لازم يصير توجيه. نعم. هاي دور الاب المجالس المجالس الحسينيه والمؤسسات التربويه كذلك. نعم. المدارس. نعم. اي بلي. يعني كلها مسؤوله. نعم صحيح. يعني المجتمع باسره مسؤول عن هذه الظاهره والحاله في سبيل نعالج الموقف وان شاء الله شبابنا واعين ان شاء الله. وضربنا مثل شباب الحشد اللي هبوا طبعا بالفتوى المباركه لمرجعنا الكبير آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله الوارف. فهبت الشباب والحمد لله. يعني شما يتحرك الغرب. نعم. مؤامراته صهيونية العالمية يجي الحسين. انت سطيت الحل انه. نعم. الحل بالحسين. اكو مؤسسات او هيئات توجه هذا الجيل الى الخدمة الحسينية الى الرد والانشاد. طبعا مثل ما تعرف استاذ مهدي احنا بعد السقوط اسسنا مدرسه للناشئين وهي مدرسه خدمه اهل البيت الله يرحمه هادي القردله. نعم. هاي الهيئه كانت للناشئين فقط. نعم اتذكرها انا. تتذكرها. وبعدها صارت المن لهيئه الشعراء ورواديد الام. اي التحقت بها بالهيئه الام. فصار لنا يومين تدري يوم خميس ويوم جمعه. ايه اللي جنابكم كنتوا تحضرون هاي المدرسه مال الناشئين. نعم نعم. اللي غيرنا اسمها مدرسه ناشئين كربلاء والحمد لله استمرينا وعدنا هوايه من الشباب اللي عندهم طاقات ونشوف عنده طاقه هو محب الى هاي الشغله جاي يعني مندفع الى شغله الامام الحسين شغله الرد. نعم نعم. فنوجهها على الطريق الصحيح. نعم. يعني انا تدري كان عندي مدرسه وانتم مطلعين عليها. نعم. وهواي من هذول الشباب والناشئه تخرجوا من يمنا. نعم. منهم احمد نوري، احمد شاكر، يعني صاروا اسماء لامعه بالساحه. نعم. سلام الشروق. وينتمون للهيئه الام اللي اسسها المرحوم امير الشعراء كرم الكربلائي وحمزه الزغير. نعم. زين فالكل ينتمون يعني كل الهيئات تنتمي الى هاي الهيئه. واكو المدارس هماتين موجوده. نعم. والحمد لله. ننتقل إلى سؤال آخر أبو علي. نعم. قصيدة القعدة شنو دورها وليش تلاشت هسه؟ نعم. طبعا قصيدة القعدة هوية الرادود. الرادود اللي ما يقرأ قعدة هذا مو رادود. فعلا. يجب أن يكون كامل المواصفات للرادود. القعدة، فتحة العزة، اللطم، النزلة الأخيرة. فأكو شباب ومع احترامي لهم مدى يستطيعون يقرون القعده فاحنا بدورنا شو نسوي؟ نحتمها عليهم حتى في دورات موجوده. نعم. في الهيئات الشعراء والرواديد موجوده. نعم. نقول لهم اقروا القعده. نعم. هذا يجي عنده صوت هو يعني نفرضها بس ما يعرف شلون ضمن التدريب. نعم. نفرضها طبعا. نعم. ما يعرف شلون يوظفه فسامع فد شيء حلو يقراه بس احنا بدورنا كرواديد وكمدربين نعتبر. نعم. نوجه هذه الناشئة إلى تعلوم القعدة. زين هاي القصيدة تأخذ طابع فكري عقائدي لو مصيبة. بالنسبة للقعدة فكري عقائدي. إيه. دمعة. يعني عبرة وعبرة. ماخذة جانبين. نعم. جانبين. وأكثر من هاي أقول لك أبو علي شغلة الخطيب نفس شغلة الرادود بالقعدة. أنت هسه جاوب السؤال ببالي. نعم. قبل شوية يعني خرجتنا إلى سؤال آخر المجلس المتكامل. نعم. وراء القعدة بيش يبدي وبيش يختم اللي ذكرتهم بس أريد تفصيل شوية بالنسبة للرادود من يبدي بقعدة. نعم. وراها يبدي فتحة العزة أما تكون موشح. موشح أو تجليبة. نعم. ينفرد بها وحدة. زين. وراء فتحة العزة يسموها قصيدة الرد جوابية. زين. وبعد ذلك قصيدة واحدة لو اثنين؟ لا واحدة. احنا اللي تعلمنا من حمزة. ايه. قصيدة واحدة. زين. فتحة العزة قصيدة واحدة الرد
ايه والنزال زين، اما ينطي ام كربلائي او غيره الاميمر زين. هسه ننتقل الى الكربلائي. نعم. الطور الكربلائي شنو خصوصيته عن باقي الاطوار؟ وهل تنفرد به بس كربلاء وطريقته؟ وهل به مستهل يعاد؟ لاني الاسئله اريد تجاوبني عن الطور الكربلائي. الكربلائي ابو علي هي دقه واحده. نعم. نزله وياها. وانفرد بها، انفرد بها الكربلاء. مستهل ما ينعاد. ماكو مستهل. ما ينعاد المستهل. ايه. ماكو جواب ورا الرادود، ماكو نص. نص. زين هذا هم نص فد وقفة. النص والنص. فد وقفة ابو علي. ورا قبل السقوط بزمن صدام نسمع هذا النص، والجماعة دور ورا السقوط البعض هم من حتى رواد يدنا أخذوا هذا النص. شنو هذا النص؟ وشنو هذا النص؟ وشنو الخصوصية إلى كربلاء بالنص؟ أريد تفصل إلي هذا النص. أنا وعيت على أستاذنا المرحوم حمزة الزغير. نعم. من يقول هذا النص مو نص. أي ما هو النص. هو شنو النص؟ أي. النص توحيد اللطم. رفعت الإيد واحدة وإيدين اثنين. نعم. هذا يسموه هنا النص. البرة ما كانوا يعرفوه حتى لبالة نص القصيدة أكبر يعني أكبر الخدمة كانوا يعرفوه المطالع لبالة هذا المطالع نص القصيدة ما عنده فكرة عنه. فمن إجوا الكربلاء فهمناهم بأن النص والنص هو توحيد اللطم عند المتلقي اللطم. نعم نعم. القصيدة اللي يعرضها عليك الشاعر. نعم. تتابعها من عدة نواحي، من ناحية زحافات انت اذنك موسيقية ومن ناحية خاف طور غنائي، خاف خطأ عقائدي، اكو هيك شيء؟ طبعا كل راديو المفروض كل راديو يراجع القصيدة هو والشاعر. نعم. جائز اكو كلمة ما ترهم لعظمة زينب مثلا. نعم. عظمة الحسين شو يعني مثل العقائد هنا بيها ايه؟ يطي انكسار وذل وهي النهضة شموخي ايه؟ بس هذا شجاعة هنا شنو لازم ايه؟ يتفق الرادود والشاعر. نعم. على القصيدة بالنسبة يقراها إذا بها زحيف إذا بها أي شيء كان هو والشاعر يتمكن أن يغيروها الكلام. نعم زين. إذا مثل جاب لك شاعر بطور غنائي طور شنو دوره؟ ابتعد عنه. أرفضه يعني؟ أرفضه هسه يعني واضح يبين واضح. فهذا احنا يعني حاليا بعض الاطوار اكو اطوار بس العدل على اطوار اكو مبينه ذيك غنائيه بس ما حد يقولهم انت هذا غلط. زين عندنا جانبين، عندنا جانب التراث هل خيرين امير الشعراء كاظم المنظور الكربلائي، حمزه الزغير، مهدي الاموي، وطن، كلهم الله يرحمهم ذول يمثلون التراث. نعم. واكو جانب الحداثه، أريد تحكي لي عن التراث وتحكي لي عن الحداثة، وأنت مع من؟ مع الثنين أو مع التراث أو مع الحداثة؟ أبو علي اليوم المطلوب هو تراث وحداثة المفروض، بس أنا أشوف أكو روايديد ما له شغلة بالحداثة، العفو التراث. ليش ما يقدر لها؟ يعني أنا لاحظت أكو برنامج. نعم. من خلال التلفزيون عنده صوت لطيف وتريلات حلوة. نعم. بس من يجي للتراث ما يقدر كل شيء يسوي. ما يقدر يسوي. لذلك انا اقول هاي الشباب وهاي الناشئه المفروض يرجعون للتراث. يعني يبدا بمدرسه حمزه الزغير. يبدا بمدرسه حمزه الزغير حتى ينتقل شخصيته. شخصيته ينتقل الى الحداثه. نعم. انا اكو شغلات الحمزه الزغير هي حداثه موجوده اصلا. نعم نعم. من يطلق الجامعه ومن يطلق الشعاع ومن يطلق التصوير. حتى الاطوار كاظم منظور الله يرحمه نادي زينب هي هاي حداثه. نعم. انا مو حداثه انا اجيب لي لحد الان اكو كلمات كلمات يعني ما تليق بالعشق العشق والحب وما ادري شنو دخلوها في غزل بدل ما شعر المنصه دخلوه هذا ما مع الاسف والله انا تعبتك وياي لا بالعكس وهسه نشرب شاي ابو علي من ايد ابو سجاد الطيب الله يعطيك العافيه خادم الحسين مريت خلال مسيرتك الحسينية ببعض المصاعب. نعم. خلال المجلس مثلا يسمونه مثلا طار العزة مثلا أو صوت أو شيء معين من هالقبيل، شلون حسن التخلص ومعالجة هذا الشيء؟ بالنسبة لهذه الأشياء إذا كانت بالقعدة تقدر تتلافها بنظرة
على المقابل. نعم. أما باللطم أسكت عمي، بارك الله بيك. خلي يروح عليك الإيقاع شلون مثلا؟ ما يروح الإيقاع، الإيقاع يمي. زين يمك. يمي الإيقاع ما يروح عليه. مو أنا ملاحظ. نعم. ملا ياسين الرميثي. بالي. يعني يرتب الكلام من يسولف على قدر الإيقاع. أرجوك اللطمة تستمر، أرجوك كلام. إي حتى. ما أريد. بس يعني يمه هو من رجوع يمه. في سبيل ما يروح الإيقاع. من رجوع يمه إي بلي. يمي الردود. يعني المعالجة بالنسبة هاي للصوت. نعم. غير الصوت، واحد مثلا اتعمد يطير عزا عليك مثلا. نقول له على كيفك عمي، بعد وقت ترى، العزا طويل. لا تستعجل. لا تستعجل. نعم. عندنا رمز من رموز الخدمة عاصرته بفترة مسيرتك الحسينية قبل السقوط، من كنا وين نقعد بيا قهوة؟ قهوة الشاكر بالعباسي. مالي. زين. الله يرحمه. سيد حسن الحسني. هذا اعتبره هو الرجل اللي وجهني لهذا الطريق. اللي هو البذرة الأولى، أنا أعتبرها البذرة الأولى اللي أنا توجهت إلى هذا الطريق. طريق المنبر الحسيني من خلال السيد حسن الله يرحمه. عن طريق سيد حسن. سيد حسن. شعره، أسلوبه. نعم. أذنه الموسيقية. بلي. يعني أري ذكرياتك ويا كل ذنبي. كل ذني حاوينه هالرجل هذا. بعض الذكريات مثلا. بعض الذكريات مثلا كان يقول لي اريد نسوي فت قصيده. ايه. لمولاتي زينب. قلت له سوي لي اياها بحر طويل. اذا تتذكرها. يا شاطئ الماي. يا شاطئ الماي. زينب هاي. قصيده رائعه. رائعه. يعني باذني. وايد قريتها. احنا من وراء انتفاضه ال 91 كسر حاجز الخوف. بدأت الجلسة بقهوة الشاكر بالعباسية كمجموعة. اثنين وحكيت على الحداثة. نعم. سوى قصيدة على الحداثة. ناغيني يا ابني. نعم. اللي على الطفل. صحيح. متحضرني أنا. هم راقية. راقية. يعني كانت فرادة مثل كاظم الوزني عرفه، فلان، محمد الرادود. ويشوف القصائد مالته قليلة لين يقول. حمود الموسوي. لين يقول صادق ملك. كل ما يقول إيه صادق ملك. نعم. الله يرحمه. نعم. حمود الموسوي. يعني كانت فرادة عدد أصابع الرواديد ما شاء الله الله يكثرهم. الله يرحم أحمد السلام. ومجموعات وكنا يعني نتخفى من بطش السلطة. نعم. إذا تلزم انعدمت. صحيح. فالأرواح كانت على الأكف. على الأكف صحيح والله. ونحس شو نحس إحنا؟ أريد أنت تحكي لي. تحس بنكهة. والله. ثمرة بروحانية. إحنا كنا شوف اليوم أحكي لك سالفة، إحنا رايحين للدعوم نقرأ أنا والأخ الملا علي يوسف. نعم. فخلص الروز اخون الناس قاعده. ابو المجلس قلت له شنو السالفه؟ قال اكو استخبارات قاعده. ايش اسمه؟ يابا شنو؟ راح لهم هو. قالوا له شنو السالفه؟ شو ماكو لا لطم لا هاي؟ قال لهم اذا انتم قاعدين شلون لطمون؟ قال له عمد روح خلي لطمون، احنا ما ان شاء الله ماكو شيء. محمد الرادود مخضرم. نعم. عاصر الطيبين. عاصر. كاظم المنظور وحمزه زغير. نعم. وغيرهم من الرواديد. فعاش مرحلة نكهة ذيك المجالس. نعم. وإحنا صغار لابد لحقنا نوعا ما. والمجالس هسه أريد منك أبو علي مقارنة بين الماضي وبين الحاضر، المجالس القديمة. نعم. والمجالس بالوقت الحاضر من ناحية الروحانية، من ناحية الأداء، من كل النواحي تأخذها لي. طبعا أستاذ مهدي مثل ما تعرف مجالس قبل كانت روحانية أكثر. نعم. الناس هسه صحيح مجالس هواي وحسينيات هواي، بس يخلص العزاء تروح الربحانيه كلها سبحان الله. ليش هسه ما ادري. المجاملات اللي بيها صارت. نعم. وهي مجاملات. نعم. يعني انا اروح اليوم لفلان لازم يجيني، يعني انا ما رايح للمجلس. لأن سلبيات قليلة بس عموما هم المجالس حلوة وما شاء الله. اكو اكو يعني خوش مجالس. اي الحمد لله مجالس هواي في كربلاء. مجالس هواي في كربلاء. بس اكو خصوصية لمرحلة ما بين التراث. استاذ مهدي انا اقول لك فشي، انت من تسمع حمزة الزغير هسه ايش تشعر؟ تشعر عاشور. عاشور احنا منتهين منها هاي. كل وقت هي هاي. زمن حمزة الزغير وزمننا الحاضر اكو بينا مرحلة عشناها انا وياك. بلي. ايام قهوة الشاكر والمجالس العباسية وخارج ذن المجالس بالخفية، شنو رأيك بيها؟ نكهتها ثمرتها روح يعني الأرواح الأكف كانت. أنا كنا شايلين أرواحنا على أيدينا ونحس بها فد حلاوة يعني حقيقة.
يعني انت رغم تكتمنا بها بالبيوتات والبساتين بس كانت بها حلاوه. انت كانما معسكر الحسين بديش فتره تواجه معسكر يزيد بخندق الحسين صحيح. زين تواجه السهام والاسنه والطلقات وكل شيء تواجه، ما تدري على اي ساعه يجون ياخذوك يعني متوطن. وانا تعبتك وياي. لا بالعكس، وبارك الله بيك ابو علي واشكرك على هالاطراء الجميل وبارك الله بيك. انا اشكركم واشكر قناه كربلاء على هذا اللقاء اللطيف، والله ان شاء الله يجعلها في ميزان حسناتكم، وشكرا. مثل ما نعرف انه احلى مرحله يمر بها الانسان بعمره مرحله الشباب اللي هي ربيع العمر، وعلى الشاب بنشاطه وبحيويته ان يستغل هاي الفرصه اللي مثل ما قال النبي خذ من شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك، فيستغل هاي الفرصة بالاتجاه إلى الله من خلال الفرائض والعبادة وكذلك العمل. العمل عند جانب الدراسة وعند عمل آخر مثلا ويا والده أو عند محل أو كذا، فالعمل هم عبادة. أفضل من من؟ أفضل من الإدمان على الإنترنت وهذا الغزو الثقافي اللي ذكرناه، فيتجه هذا التوجه أفضل له. وأمير المؤمنين أكد قال أدبوا أولادكم على حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن تلاوة القرآن، فشبابنا مؤمن وملتزم وماشي بالطريق الصحيح وما تأثر عليه ترهات الغزو الثقافي الغربي الصهيوني، والحمد لله رب العالمين.